السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا للتعديل على الصور بالذكاء الاصطناعي. أكبر ميزة فيه إن هو 100% فري فور كوميرشال أند بيرسونال يوز، يعني الاستخدام تماما مجاني سواء كنت استخدام شخصي أو استخدام احترافي. فيه إمكانيات كتيرة جدا، زي مثلا إن أنت عندك صورة قديمة تقدر إن أنت تعدل فيها، ممكن عندك جزء معين من الصورة تقدر تعمل له ريموف، يعني لو في اي اشخاص موجودين في الصوره تقدر تعمل عليهم سيلكت وهو ان هو يحذفهم لك. خلينا نرفع اي صوره، وليكن مثلا صوره شاده مثلا اهو، اي جزء معين عايز تحذفه خلاص بتعمل سيلكت عليه وهو يبدا يدرس ويدرس الالوان اللي حواليه ويحذفه لك. ممكن تحذف من خلال الفرشة او خلال الريكتانجل او استيكة تقدر تمسح بيها. طيب بعد كده بنلاقي هنا عندي ووتر مارك ريموفر، لو في اي ووتر مارك يحذفه لك. اي اي فيس سويب، لو انت عندك اي صورة ليك ممكن تحط لها صورة تانية وهو يبدلها لك. تمام، يعني ممكن مثلا الصورة بتاعت مثلا ممكن بقى احط اي صورة تانية واقول له بدل لي دي بدي، وممكن اكتر من وجه في نفس الصورة اخليه يبدلهم مع بعض. تمام، طيب فيبدأ يغيرها بالشكل دوت. ممكن نقول له مثلا احنا عايزين AI filter، فبيقول لي ابدأ اختار اللي انت عايزه ونختار بعد كده الستايل اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا water color. تقدر تختار اي ستايل هو يبدأ يعمل لك الصورة دي بنفس الستايل اللي انت عايزه، فعملها بالشكل دوت. هيدشوت ممكن مثلا نختار ديت، وبعد كده نختار صورة سيلفي، على فكرة كل ده انا ما عملتش لوج ان، يعني لسه اصلا ما عملتش حساب ليا. تمام، هو كده كده كل الامكانيات مجاني، يمكن الحساب بس هي ايه هيخليك في هيستوري او في صور اللي انت عملتها قبل كده تقدر انت ترجع لها لو عايز. تمام، عمل لي بالشكل ده. طيب ففي ممكن في عندنا هنا انهانس لو عايز تحسن الصور، في هنا باك جراوند ريموفر يحذف لك الخلفيه او يعمل لك بولر وهكذا.